If no problem. اليوم عطينا انطلاقة لواحد المشروع اللي يمكن نعتبروه مهيكل بالنسبة لهذا المنطقة ديال عمالة النوصر، ولكن عنده كذلك تأثير على باقي المناطق بما في ذلك الدار البيضاء. الكل يعلم وعاش تجارب مؤسفة ديال الفيضانات ديال البوسكورة، ف يعني كان واحد المجهود ديال الدراسات القبلية، ثم الآن أعطينا الانطلاقة للجزء الأول، والجزء الثاني سيأتي في الشهر المقبل يعني الحماية من فيضانات ديال واد بوسكورة. والهدف هو أن نمروا من واحد العلاقة اللي نسميوها ديال النزاع بين المواطن والواد إلى مرحلة ديال التعايش بين المواطن والواد، وهذا كيتطلب الاستثمار اللي كنقوموا به واللي كما تتبعتوا 100 مليون ديال الدرهم كمرحلة، وباقي مراحل موالية للإشارة غير بالنسبة للخمس سنوات المقبلة. ما هو يعني مرصد من إمكانيات لحماية الجهة من الفيضانات يفوق 400 ملايير درهم، يعني وعيا بالمخاطر التي يمكن أن تؤدي بها هذه الفيضانات، لأن كاين جفاف ولكن التقلب الجوي كيجعل على أن ملي كتجي الشتا كتجي بكيفية قوية وقوية جدا وكتعطي فيضانات، وبالتالي هذا الاستثمار عنده أهمية قصوى لحماية الأراضي، لحماية المواطن، ولجعل الواد مرفق للنزهة ومرفق كذلك لاستعمال المياه ديالو في لأغراض يعني طبيعية، عوض أن يكون عدوا للمواطن من خلال الفيضانات. المدة الزمنية هي 18 شهر للإنجاز، وفعلا هذا مشروع اللي عنده أولا كيفية مباشرة غادي يساهم في خلق واحد الأيام ديال فرص العمل، حوالي 50 ديال اليد العاملة خلال المدة ديال 18 شهر. ولكن اللي مهم هو أنه ما كيحمي هذه المنطقة كذلك كنحميو المنشآت الاقتصادية والمنشآت المعيشية، وبالتالي حتى الاستثمار أو المستثمر كيكون مطمئن. اللي بغيت نشير على أن في هذا الإنجاز راه كاين شراكة ديال المؤسسات، يعني اللي هي الجهة والجماعة والعمالة ووكالة الحوض وكذلك وزارة الداخلية، ولكن لأول مرة كتجربة كاين المنعشين العقاريين اللي يحيطوا بالواد اللي كيساهموا كذلك في هذا المجهود. كل واحد على قد على الاقل داك الامطار اللي كتجاور المشروع ديالو، وهذه كنظنها بدايه يعني حسنه يجب الاقتداء بها فيما بعد، وكذلك يجب الاقتداء بها من طرف كل المواطنين، كلنا كسكان هذه الجهه، اننا نجعلوا من الواد يعني منشأة صديقة، أننا باغي نستعملوها للماء للسقي ونستعملوها للنزهة، عوض أن تكون يعني هي كنلوحوا فيها حشاكم الأزبال وغير ذلك. فهذا ضروري أننا يكون واحد الوعي من طرفنا كاملين أننا نحافظوا على هذه المياه اللي غادية وكتنقص وكتجي ملي كتجي كتكون في ظروف يعني خاصة، وحنا هذا العمل غادي يسمح اننا نقصوا من الخضار، ولكن في نفس الوقت نحافظوا على الثروة المائية اللي كتجي مرة من خلال الامطار الغزيرة.